الرئيس السيسي يدعو كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. مذكرة تفاهم بين الاتحادي الديمقراطي وتحرير السودان حول عملية السلام برعاية المخابرات العامة المصرية. ترامب يتوقع انتهاء انتخابات 2020 في المحكمة العليا ويرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة. الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية. وخلال استقباله عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي دعا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومرحبا بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات لحل الأزمة، داعيا كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا بالقاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد، مؤكدا حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في جميع المجالات من أجل البناء والتنمية، وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ولما فيه الخير والتقدم لشعب مصر ولشعوب تلك الدول وللإنسانية جمعاء. والسفراء الجدد هم لدول أوروغواي والبرتغال والفاتيكان وإسرائيل وكوريا وبنغلاديش والسودان والدنمارك وإثيوبيا والمجر والاتحاد الأوروبي وهولندا وبلجيكا وكازاخستان ومملكة ليسوتو. استضافت مصر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحركة تحرير السودان برعاية المخابرات العامة. تهدف المذكرة إلى تحقيق السلام في السودان ودعم الفترة الانتقالية وضرورة توسيع الحاضنة السياسية وفتح الوثيقة الدستورية لتواكب متطلبات الانتقال الديمقراطي في السودان والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين. ووقع المذكر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر الصادق المرغني وعن حركة تحرير السودان ميني أركو مناوي، كما شكل الطرفان لجنة مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مصر، حيث شكر الطرفان مصر حكومة وشعبا لحرصهم على استدامة السلام في السودان واستقراره. أعلنت وزارة الصحة عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، لافتاً إلى وفاة 16 حالة جديدة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 102375 حالة، من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها و 5822 حالة وفاة. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودوريون الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة، وحذر مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراءات الإصلاحات. وقال لودوريون في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان إن القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة،
مشيرا إلى أن الضغوط القوية والمتحدة ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بانتخابات الرئاسة الأمريكية ستنتهي هذا العام أمام المحكمة العليا، مؤكدا أهمية وجود 9 قضاة للمحكمة. وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي أنه سيكشف السبت المقبل عن أسماء 5 سيدات مرشحات لمنصب قاض في المحكمة العليا. وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة، قال ترامب أن التخلص من كارثة التصويت عبر البريد سيكون الحل الأمثل لهذا الأمر. جاء ذلك قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ المؤتمر الصحفي لإجراء اتصال هاتفي طارئ كبير على حسب تعبيره. نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. شكرا لكم على حسن المتابعة.